ترحيب عربي ودولي بتشكيل الحكومة الجديدة، حيث رحبت وزارة الخارجية السعودية بتنفيذ الأطراف اليمنية ممثلة بالحكومة الشرعية والمجلس الانتقالي لاتفاق الرياض، وبما تم الإعلان عنه من تشكيل حكومة كفاءة سياسية تضم كامل مكونات الطيف اليمني. وأملت دولة الإمارات العربية المتحدة في أن تكون هذه الحكومة خطوة على طريق تحقيق حل سياسي وتسريع الدفع بمسارات إنهاء الأزمة اليمنية. ونوهت وزارة خارجية البحرين بالإعلان عن تشكيل حكومة كفاءة سياسية تضم كافة مكونات المجتمع اليمني وانتهاء الترتيبات الخاصة بالجانب العسكري، مثمنة حرص الأطراف اليمنية على المصالح العليا للجمهورية اليمنية وسعيها لتوحيد الجهود لإعادة الشرعية اليمنية وتحقيق السلم والاستقرار في كافة أرجاء اليمن. وبدورها أملت وزارة الخارجية الكويتية في أن تمهد خطوة تشكيل الحكومة الطريق للوصول إلى الحل السياسي المنشود وإنهاء الأزمة في هذا البلد. الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي نايف الحجرف نوه بجهود جميع الأطراف اليمنيين الهادفة إلى تغليب مصالح الشعب اليمني وتهيئة الأجواء لممارسة الحكومة اليمنية لجميع أعمالها من العاصمة المؤقتة عدن. وأبرز رئيس البرلمان العربي عادل بن عبد الرحمن العسومي على أهمية هذه الخطوة المحورية والتاريخية في استعادة الأمن والاستقرار بالجمهورية اليمنية وتوحيد الصف اليمني وتفعيل مؤسسات الدولة وتهيئة الأجواء أمام الحكومة الجديدة في تنفيذ المشروعات التنموية في المناطق المحررة. بدورها أشادت منظمة التعاون الإسلامي بتنفيذ الحكومة الشرعية والمجلس الانتقالي لاتفاق الرياض وتشكيل حكومة كفاءة سياسية. وثمن الأمين العام للمنظمة يوسف العثيمين وفق تغريدة نشرها حساب المنظمة حرص الأطراف اليمنية على تنفيذ اتفاق الرياض للوصول إلى حل سياسي وإنهاء الأزمة اليمنية بما يحقق مصلحة اليمن ويعيد الأمن والاستقرار. الولايات المتحدة الأمريكية اعتبرت تشكيل الحكومة الجديدة أنها خطوة تساعد على تحقيق التقدم والسلام لجميع اليمنيين. وقال السفير الأمريكي باليمن في بيان نشرته سفارة واشنطن عبر حسابها بموقع فيسبوك: أهني الجمهورية اليمنية على تشكيل حكومة جديدة وشاملة تمثل المكونات السياسية اليمنية. المبعوث الأممي الخاص إلى اليمن ماتن غريفيث وصف هذه الخطوة بالمهمة لتعزيز الاستقرار وتحسين مؤسسات الدولة ورفع مستوى الشراكة السياسية، كما اعتبرها خطوة محورية نحو حل سياسي دائم للصراع في اليمن.